وفاة ورحيل إحدى فارسات الفن المغربي أو المغاربي بامتياز، الحاجة الفاضلة والأصيلة للا حبي للا أمينة رشيد، التي أبلت البلاء الحسن بتوفير فرجة هادفة ونظيفة لما يفوق 60 سنة. الأمر ليس بالهين، أن تصل إلى القمة من السهل، ولكن أن تظل لهذه السنوات الطوال على تلك القمة فالأمر فعلا يحتاج لفنانة بحجم الحاجة أمينة رشيد. فلتنم قريرة العين، فقد تركت سجيلا حافلا ومسارا يفتخر به، لا هي ولا الزوج ديالها رحمه الله أستاذ الأجيال سيدي عبد الله شقرون. اللهم تعالى يصبر وليدتها كاملين ويصبرنا تحنا رحنا وليدتهم، والله يلحقها بالزميلات ديالها الحاجة فاطمة بن مزيان والحاجة حبيبة مذكوري والسيدة وفاء الهراوي في الفردوس الأعلى في أعلى عليين مع أمهات المؤمنين ومع الصحابة الأخيار الأبرار وحسن أولئك رفيقا. إلى اللقاء عند الله سبحانه وتعالى خالتي الحاجة أمينة رشيد. ممثلة خدمت معها مصاح مسلسل خدمت معها العوني والبيب خدمت معها، وهي تبغى ديما يعز عليها هي ممثلة ولا رحمة. وبدات هي الأولى المصاح كانت ممثلة كبيرة، بدات 59 هي بدات المصاح، هي مصاح هي زادت 49 وعندها 10 سنين بدات مسرحيه، هي الاولى مسرح بدات 59 طلعت مسرح هي كبيره مع الاستقلال وكذا. وانا كنت معها خدمت معها العوني والبيب هنا. ها 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 هي عيطت على اخراج الثور، عطانا الدور مخرج سعيد ناصري، هي عطانا الدور لعب معنا وياها، لعبنا انا وياها سعيد عبد الناصري هي هو المخرج، لعبت مع عطا الدور ديال انا وياه نور. هي خدمت معاهم، خدمت مع البيب والعوني بيب، هذا هو هذه هي الحال. انا هي بغاتني تخدم معاه وهي عز عليا ممثله، هي عز عليا هي تبغيني هي، انا المستوى ديالي هي عندي انا وياها. هذا هو هذا هو الحال، هذا ممثل، هذا هو الفنان والروح هي هذه. الله يحمره.